نعود ثانية للجزائر من أجل التشاور مع فخامة الرئيس ومناقشة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ابتداء من الحدود إلى دول الجوار الأخرى، وخاصة دول الجوار جنوب ليبيا كتشاد والنيجر والسودان، وكيفية التعاون لتوفير الأمن للحدود المشتركة مع مجموعة هذه الدول. كان هناك توافق كامل مع فخامة الرئيس، ووعدنا الرئيس اليوم بعودة الرحلات الجوية قريبا بين طرابلس والجزائر، وأيضا فتح القنصلية في سبها والتي كانت موجودة سابقا وستعود قنصلية عامة للجزائر في سبها، وأيضا فتح معبري غدامس وغات في لتنقل البضائع بين البلدين، وهذا يعني تعتبر خطوات مهمة جدا جدا للشعبين من أجل التكامل الاقتصادي والتواصل الاجتماعي أيضا. وناقشنا أيضا وضع في تونس وأهمية استقرار تونس وأمنها وخروج إخوتنا في تونس من هذه الأزمات. تعلمون أهمية الجزائر وكونها هي الأخ الأكبر في المنطقة، فلا بد أن نتشاور معها بشكل مستمر وننسق معها في كافة الشؤون المتعلقة بليبيا والمنطقة، سواء كانت أفريقية أو مغاربية أو حتى متوسطية.